هذه الصورة تتحدث عن نفسه. مواطن مصري أصيل يسجد على أرض الوطن. نتعرف عليك. جودة المصري. تقول إيه بعد ما رجعت لأرض الأمان والطمأنينة؟ أولاً أحب أشكر كل الشعب المصري بكل ملامحه على إنه قدر يستحمل غيابي 10 سنين، 4 غربة وشقة و6 اعتقال وتعذيب. طبعاً كنت متأكد إن الحكومة المصرية مش هتتخلى عنك. لا الصراحة بقى هم نسيونا وتخلوا. هم بقى دخلوا بعد ما الأمريكان شالوا إيديهم، عملوا بقى إيه؟ قال يعني إن هم بقى الحكومة بقوا كده. طب نعرف أسباب الاعتقال؟ قولي ممكن نعرف أسباب الاحتلال؟ هو الاحتلال سبب الاعتقال. وبعدين على فكرة بقى الأمريكان دول كدابين، لأن دخلوا العراق وقالوا في أسلحة دمار كامل، ودخلوا ما لقوش حاجة. فين بقى الأسلحة؟ جودة. طب أنا جودة. ولا أمي. أمي. جودة. وهكذا وسط لقاء الأهل والأحباب، جودة في حضن الوطن. الست دي أمي والبنت دي أختي. الواد أنا معرفوش. جودة. وأنا وأمي جنب حبيبتي. الله يخليك ليا. تحيا مصر. تحيا مصر. ما جاتش معاكم ليه؟ الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا أخو جودة. الله يسلمك يا باشا. طب يا جماعة حضراتكم تتفضلوا تتفضلوا على البيت. جودة هيجي معانا يخلص شوية إجراءات وهنوصله لغاية البيت. أنا هستنى معاه يا باشا. ما ينفعش، أنت تاخد الجماعة وتسبقوه، وإحنا بمجرد ما الإجراءات تخلص إحنا هنوصله لغاية البيت. فاهم يا كمال؟ حضرتك تعرفني؟ أه طبعًا أعرفك. وانت مش مواطن من رعاية الدولة؟ يبقى اكيد اعرفك واعرفك كويس قوي. طب يلا يا جماعه عشان كنا معروفين. يلا يا سلامه كده، خلي بالك من نفسك. يا حبيبي يا ما لحقش يا بيه. يا جودة انا بس صدقت عيلتك يا حبيبي. اسمع يا جودة، أنا عايزك تتعاون معانا عشان تثبت إنك أنت مواطن صالح تستحق شرف إنك تعيش على أرض مصر. أنت تؤمر يا باشا. ممكن أعرف سبب اعتقالك في العراق؟ أقول لسعادتك، أنا كنت شغال في العراق عند تاجر كبير قوي، تاجر أجهزة كهربائية. التاجر ده بقى كان شغال تحت إيده فوق من 30 نفر، ما استأمنش حد على ماله وعلى مفتاح المخزن غير العبد لله. جيف بي ذكي. افتح معقول؟ والله العظيم معقول. ايه يا عبدية؟ جيف بي ذكي. ذكي مين يا عم؟ انا اسمي جودة. يا عم بيقول لك ذكي. ذكي يعني مفتاح. وانت بتديله المفتاح. والله العظيم معاك. والله العظيم معاك. لا يا مفتاح المخزن لا، ده امانة، محدش يدخل المخزن ده اللي على جثتي. ايه ده؟ ايه يا ابن المجنونة؟ جيف بي ذكي. بص هتتغبى هضربك بالجزمة. بس يا جودة، بس يا جودة. بس يا ده انت يا ابن المجنونة. حتى لو ضربتني بدبابة. والمخزن لحد دلوقتي مقفول؟ لا يا باشا، المخزن من ساعتها دخلوه بالدبابات. يعني هم دخلوا المخزن وانت بتتعذب 6 سنين عشان المفتاح؟ ده أمانة، والأمانة سر النجاح، وده بقى اللي علمته لنا مصر. علمتنا ما نقولش ايه اديتنا مصر، لان لو كانت اديتنا ما كناش اتغربنا واتقتتنا. ايه؟ ادخل. يا هو اخو سعادتك؟ ليه؟ اصل فيكوا شنب من بعض. ده صالح لك بالظبط يا باشا. اتفضل انت. اسمع يا جودة، انا عايزك بقى تركز معايا وبحس ابن البلد الجدع. عايزك تفرح قلبي بحكايات اولاد مصر الابطال اللي كانوا بيجاهدوا ضد الاحتلال في العراق. اساميهم ايه؟ لا الحقيقه يا باشا انا ما اعرفش اساميهم. فكر معايا يا جودة، اعصر دماغك يا مش هتطلع من هنا. افتكرت يا باشا، ده في بطل يا باشا مصري، ده من صناع المعجزات، لازم يذكره التاريخ. قول
قول يا جودة. البطل ده يا باشا شاف الجنود الاباتشي والعربيات القمر دمه غلي، قال ازرع لغم افرتكهم، وهو بيزرع اللغم ضرب في وشه. ضرب في وشه؟ والبطولة فين؟ ما انا جاي لسعادتك في البطولة. اما اللغم ضرب في وشه، راسه برقبته طرت على الرصيف ده، والجسم طرع على الرصيف التاني، وسبحان الله يا باشا حصلت المعجزة. معجزة ايه؟ الجسم يا باشا عدى من على الرصيف ده للرصيف التاني، ومسك دماغه بسها وقال لها يا حبيبتي يا دماغي، وحطها جنب الحيط. منظر الجسم راح للدماغ ومسكها وبسها يا باشا وحطها جنب الحيط. الجسم شاف الدماغ ازاي والعين في الدماغ؟ مش دي المعجزة يا باشا، قول بس الدماغ ازاي والبق برضه في الدماغ. بطل يا اخي اعمل اللي انا بقول لك عليه. الله، هو انا قليل في البلد دي؟ اقفل اقفل عشان انا داخل اسانسير وممكن التليفون يقطع. اقفل يا سيادة النائب، دي مسؤولية كبيرة. انا لازم اتاكد ان جوده ملوش اي علاقه بجماعات المقاومه في العراق والجماعات الارهابيه. ده ابن الحزب من 15 سنه. ايه، انا اللي مربيه ومن رجالتي يا باشا. اتفضل جوده يا فندم. حاج عبد الستار، حاج عبد الستار، الحمد لله ان انت جيت. انا كنت عارف ان انت مش هتنساني، كنت متاكد انك هترد جمايل عليك، بس انت اتاخرت قوي يا حاج. اتاخرت على ايه؟ ما الوقت كمان اول ما قلقت لك اهو يا حاج. مش بتكلم على كمان، بتكلم على العراق. انا بقالي 6 سنين مرمي في السجن هناك، كنت فاكرك هتهز الدنيا. نسيت جوده بتاع الحشود الشعبيه، نسيت الامانه وطهاره الايد. يا سلام، لو انت كنت عايزني يعني اخطف رجلي لما للعراق اجيبك على طرف وجهي. لا اله الا الله يا غريب. والله ما استاهلش يعني يا حاج ولا ايه؟ يا باشا ايام الانتخابات كان يسلمني على الراس 100 جنيه وازاز الزيت وبطانيه، كنت اجيب له بالخمس 6000 راس سحبهم لي في ايدي كده زي البهايم. وما تنقص ازاز الزيت واحده، حصل ولا لا يا حاج؟ يا اخي مش وقت الكلام ده. ايه جوه؟ لا ده وقت. وحصل ولا ما حصلش؟ استغفر الله العظيم، حصل يا اخي ولا ما حصلش؟ خلاص انا سيادة النائب لسه كان بيقول انك انت اصيل وامين. الواد ده ابني، انا اللي مربيه. حدب المؤاخذة، منجة السماء وصلت اللي لسه. وصلت يا حاج. الف هنا وشف على الف. ربنا يكرمك. جودة، كن في علمك انت تحت الميكروسكوب. ليه يا باشا؟ اي حاجة تفتكرها او تفكرك بالجماعة بتوع العراق، انا بابي مفتوح 24 ساعة. ليه يا باشا؟ اقفل الباب عشان التكييف. يا اخي انت جاي تهندس، هيهرب الفريون. خد ياد يا جود. ايوه يا عم الحاج. امسك. يا سلام، ربنا يكرمك يا حاج ومحبوبك لحد ابدا. يا سلام. ده الكارت بتاعي في الموبايل، كلمني وقت ما تعوز. ماشي يا حاج. وعامل معاك ايه بقى يا جود؟ لا دي حكايه طويله وعايزه روانه، بحكي لك في وسطها. هو الدنيا واقفه كده ليه؟ يا ساتر يا رب، دي حادثه دي ولا ايه؟ لا حادثه ولا حاجه يا سيدي. هي كل الشوارع بقت كده، جالها شلل. والحكومة فين؟ جالها شلل. والناس ساكتة؟ كله جاله شلل. تصدق الناس كلها مش مصدق انك عايش. انتوا فاكرين ان انا ميت ولا ايه؟ اصل الواد عطية اول ما نزل من العراق قال لكل الناس ان القوات الامريكية قتلتك. لو ايه؟ وخدوا الجثة كمان. ده يوم الخبر ما اتذاع في المنطقة كان يوم اسود على الكل. الحشيش شح والخمرة غليت، وجيت البرشامة ب 15 جنيه بقينا بنجيبه ب 30، ومضروب لما مطحون. وايه علاقة موت انا بالمخدرات؟ حزن عام يا سيدي، ما انت عارف احنا شعب يفرح يديها يحزن يديها، ما بيرحمش. فعلا شعب حساس. شكرا يا سوس. ودي على السلامه يا جوده. ياه، ودي فيله مين دي؟ بقى في 10 سنين الحته تحلو قوي كده. حلوت اه، بس مش لينا احنا، اتخلينا عشان نتفرج بس يا جوده. عدي عدي. وفاء ما جاتش معاكم ليه كمان؟ وفاء بعد ما وصل خبر موتك سابت الحته كلها ومحدش عارف لها مكان. من امتى؟ من سنتين كده بعد ما امان ما اتجوزت. هي امان اختي اتجوزت؟ اتجوزت مين؟ واحد من الحته. ايوه مين يعني؟ ما تنطق يا كمال، انزل قول لي اتجوزت مين؟ جميل خرابه يا جود. جميل؟ اللي كان بيدي حقن ماكسي في الخرابه يتجوز اختي اماني؟ ده ليه حق وفاء تسيب الدنيا وتطفش؟ يعني جميل دلوقتي نايم مع اختي شقتنا؟ ما هو جوزها يا عم. جوزها؟ ده يوم ام مصر من يوم غزو العراق. خد يلا يا مجنون يلا. يلا خد يلا. خد يلا. يا جدع عيبنا، خد بس. افتح الباب يا امان. اسمع لي اخوي. ازيك يا امان؟ نورت بيتك اخوي. يا اخويا يا امه، خدها جاي يا امه. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. ده يا اماني؟
تتجوزي المعفن ده وتقعديه في الشقة يا أماني؟ ليه كده يا عم؟ ده أنا بحبك. ابني حبيبي وحشاني يا أمه. ده يا أماني جميل خرابة يا أماني. أنا اللي خرابة؟ ده انت رحت العراق وكان شعبها بيفطر كباب، راجع منها وهي خراب في خراب في خراب. يلا بقى الليله بقى تشوف لك مكان تاني تبات فيه. اطلع بره يا ناس. لا لا بقى لغايه كده. لا انا متجوز اختك اماني على اساس اني عندها الشقه ويبكر حال على بقه عليه وعلى المنطقه اللي جوه الدار. اثبت انت وهو وهي وكله يدين التمام. الحال يا عم معظم حرامي ده ولا ايه؟ تعالى يا جود اقعد. خش انت كده وهدي نفسك وخد نفسك، الحكايه مش مستاهله. يلا يا امان طلعي اللحمه والفراخ من الفريزر واعمل لنا شويه صدق. ما تتكلم يا عم معظم، مقصر انا في حاجه؟ لا لا لا، ثلاجه وتجاز غسالة وكاش ودي كانت جايني بالصدفة. قوم كده افتح الفريزر هتلاقي لحمة فراخ سمك. وقت ما بتطلب معايا بحمر، وهو اللي اتغلب 10 سنين راجع لي وايديه في الكلبشات. ما انا قلت من الاول مش هينفع انا وابن الجزمة ده في بيت واحد. خد خد دي هات. ويا ابن المجنون يا ابن الجزمة يا اخي بقى وحياة الشراح لحبس. يلا 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 استغفر الله العظيم يا رب. خدي نفسك روق روق. فين يا امان الفراخ اللي قال عليها؟ فراخ ايه؟ قوم يا عم اتكل على الله من هنا. خد السيجاره بتاعتك واتكل على الله. يلا يلا يا مش ناقص. السلام عليكم. خلاص بقى اقعد. وانت قوم من هنا. قوم نطلع فوق. وانا اللي كنت فاكر هرجع الاقيك متجوز اماني. انا؟ اه. تخيلي كنت بتحبها ولا ايه؟ الحب حاجه والجواز حاجه تانية يا جوده. الفلوس لما بتجيني بتجيني عشان تسدد جزء من اللي عليا. واحد طول عمره مديون يا جوده. انا شايف بكره كويس قوي. بكره سواد يا جوده. اعوذ بالله يا اخي، امال في السعد؟ ما يعلم الغيب الا ربنا. لا اله الا الله. بس اللي ما يشوفش من غربان يبقى اعمى. انا هسيبك تريح شويه. تريح فين؟ رايح ادي حصه جنبك هنا. انت لسه بتدي دروس؟ مش احسن ما ادي حقن؟ طب قشطة، يعني شغال وماشية معاك. شوف لي معاك بقى 30 40 جنيه اجيب بنطلون وقميص ولا حاجة. 30 40 جنيه دول ما يجيبوش حزام اساسا. هي الفلوس رخصت قوي كده؟ امسك 70 جنيه. تحرجنا والله يا كيمو. يعملوا ايه دول؟ خرابة يا ماني. وجالك نفس ازاي؟ اختك كسرة 30. يعني حكاية النفس دي ولا ليها لازمة اساسا؟ قارة العنس وحشة يا جودة. خلاص بقى ما تزعليش، ابعتي هاتيه، بس ما يحششش في البيت تاني. عيني يا اخويا ما يحششش في البيت. او مشوح لك حتة لحمة بقالك كتير ما اكلتش من ايدي. من ايدك اه، من لحمته هو لا. اعمل لي فراخ. عيني يا اخويا. خلاص بقى ما تزعليش. قولي لي ياما، تعرفيش حاجه عن وفاء؟ صحينا في يوم من النوم يا ابني لقيناها هي ولا الواد طفشت. بقول لك ايه، ما تسال عليها عند اهلها. يا
مش مصدقه نفسي اقول بقى بعد 4 سنين تحرش في الجناين والاتوبيسات يتقفل علينا وانت مبروش. الدماغ اللي معموله مش طالبه رغي. صح صح. يلا بقى احضني. ايه ده بس عشان جاي لي ناس؟ انت دلوقتي؟ اه اخص عليك يا جوده، عازم ناس ليله دخلتك؟ لا ده في مصلحه. بقول لك ايه، الدماغ اللي معموله مش طالبه مناقشه. عندك حق. خلاص يلا بقى بسرعه. بوسني. اه كده بس الدماغ اللي معموله مش طالبه بوس. جرايه يا جوده. إيه؟ هي الدماغ اللي معموله ولا طالبه شيل ولا حضن ولا بوسه ولا رغي؟ طالبه ايه بالظبط معاك النهارده؟ شوفي حظك كده، الدماغ اللي اتحملت مش طالبه دخل. ولا ايه العيالة؟ الله الله الله، هي حصلت؟ اه ولا انت منين يا خصاليك يا جوده؟ قول انا مارة. هلا. انا هوريكي الدماغ اللي اتعملت طالبه ايه. خصاليك يا جوده. طالبه غطس. مالك يا حبيبي، سرحان في ايه؟ لا لا يا ام، ولا حاجه. يا فراخ ده انا بقالي كتير قوي ما اكلتهاش. بالهنا والشفا يا حبيبي.